اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوك ديال اليوم الاخوان ان شاء الله، اليوم غادي نداوي الغنم، نداوي هاد الحوالة تبارك الله على حساب الدواء ديال السينتا. هذا فيه واحد الحبوبة ان شاء الله غادي يطيب وغادي نطرطقو عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تبارك الله ما شاء الله. فالاخوان يعني اليوم السوق الخميس، شرينا لهم ملحة كما تتشوفوا، راه تيلحسوا فيها. اليوم ان شاء الله الاخوان غادي نداوي الغنم، نشربها الدواء ديال السينتا. غنشارك معكم الدواء اللي غادي نداوي به، والطريقه ان شاء الله راه الطريقه راه غنيه عن التعريف. الله يدير الخير، ضروري الاخوان يعني احسن طريقه بالنسبه للدواء تشربوا الاخوان بالعشيه، يتشرب بالعشيه هادي الاخوان تقريبا هادي 5:30 ديال العشيه، انا راه دخلتهم. تبارك الله كما تشوفوا الخرفان راه يعني تبارك الله الشبعه كاينه، والله يرحمنا الوقت بغات الشتا، الله يرحمنا في الشتي وهذا ما نقول. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. تحياتي لجميع الاخوان. كما قلنا الاخوان احسن طريقه تداوي بالعشيه، يعني تقرب منك 5 ل 5:30 تدخل الغنم، تجلس ترتاح واحد ساعة ديال المقانة ولا ساعة ونص، وديك الساعة تتشرب هاد الدواء وتبات الليل كامل بلا ما، والصباح ما تشربش الماء. تا دابا الاخوان غير غادي يشربوا وغادي نحيد عليهم الماء، ناري واحد ربع ساعة وغادي نخوي هاد الماء. المهم الاخوان مازال ان شاء الله غادي نشاركوا معكم النوع ديال الدواء اللي غادي نشربوه، والطريقه راه سهله. وبالنسبه لهاد الحوله الاخوان يعني تشربهم تقريبا واحد ما بين 8 حتى 10 8 ملم حتى 10 ملم. والله يدير الخير، الناس تيتفرجوا فينا الاخوان يدعيوا معنا، ديو معنا بالتيسير الله يسخر السلعه ان شاء الله غادي نوجدوها للعيد. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا على واش يرسموا العيد الاخوان، مازال ان شاء الله حتى مور رمضان عاد ديك الساعه ويكون خير، والله يدير الخير. بالنسبة لهاد الخروف هذا هو ضعيف فيهم، ان شاء الله راه دابا يتحسن. والثمن الاخوان كاين غير الله يرحمنا وصافي، خطا شويه السوق ماشي شي تراجع، اللي تقريبا واحده ما بين 100 درهم هي اللي تقريبا طايحه، 100 درهم اللي طايحه. الله يرحمنا. بحال الاخوان تتباع عندنا هنايا، تتباع حجره كبيره ب70 درهم 60 درهم. بالنسبه لهادي انايا شريتها ب20 درهم، باش شريتها يعني. والاخوان انا راه ديجا شربت، ولكن ما شربتش انا هذا، شربت السينتاكير، ودابا بغيت نجرب هاد الدواء هذا ان شاء الله ونشاركو معكم الاخوان.
هنا الإخوان النتيجة، شوفوا جميع النتيجة. هنا الإخوان حاشاكم هذا الخروج ديالهم، هذا الغبار أمازير، يعني هنا هذا جاري، يعني الدواء الحمد لله خدم، مادام جرت لهم الكرش راه الدواء خدم. هنا الإخوان هذه فاش غادي نقلبها، هنا كما تتشوفوا حتى هي راه الخروج يعني ماشي في الشكل الطبيعي ديالو. هنا فاش نقلبوا الاخوان السينتا هي هذيك البيضه، هذيك هي السينتا، يعني الحمد لله الدواء دار المفعول ديالو. ونتمنوا من الله التيسير، ونتمنوا من الله التسخير الاخوان. نتمنى يعجبكم فلوك، وتحياتي لكم، تبارك الله عليكم، الله يسخر الجميع. وسمحوا لنا الاخوان على هذا المنظر، ولكن الفلاحه الاخوان راه عادي هادشي، والله يدير الخير، تبارك الله عليكم.